النمسا وإيطاليا يتفقان على بناء تحالف لمواجهة الهجرة غير الشرعية. الصفحات الأولى في الصحف تظهر فارغة احتجاجاً على تراجع حرية الصحافة. تلميذ صربي يقتل 9 من زملائه في حادث إطلاق نار داخل مدرسة. رئيسة الفريق البرلماني عن حزب الخضر تدعو لمحاسبة نظام الملالي. السجن المؤبد لمغربي بعد جريمة ارتكبها منذ 15 عاماً. وتخصيص 21 مليون يورو لمساعدة المتضررين من الصراعات في الشرق الأوسط وأفغانستان. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قال المستشار النمساوي كارل نيهاما خلال زيارته لروما أنه يجب وقف الضغط على حدود النمسا وبناء تحالف قوي مع إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وأشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالتعاون البناء بين البلدين في مجال الهجرة، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون البناء في مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل. وأعرب نيهاما عن استعداده للتعاون مع إيطاليا في هذا الصدد، مشيرا إلى وجود مصالح مختلفة في هذه المسألة، وقد قبلت ميلوني دعوة نيهاما لزيارة فيينا. تحسنت حرية الصحافة في النمسا بشكل طفيف، حيث ارتفعت مرتبتين لتصل إلى المرتبة 29 من بين 180 دولة، وحصلت على 77.3% في مؤشر مراسلون بلا حدود. ورغم ذلك يواجه الإطار السياسي والقانوني تدهوراً، حيث لم تتم الموافقة على قانون حرية المعلومات، وصرح رئيس مراسلون بلا حدود في النمسا بأن الانخفاض الحاد في التصنيف من العام الماضي أصبح أكثر ديمومة، واحتلت النرويج المرتبة الأولى في المؤشر. وفي إشارة للوقوف في وجه التعديلات المقترحة على ORF، ظهرت الصفحات الأولى من الصحف اليومية في النمسا فارغة. قام تلميذ صربي يبلغ من العمر 14 عاماً بإطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في العاصمة الصربية بلغراد، ما أدى لمقتل 8 من زملائه إضافة لحارس وإصابة 7 آخرون. وذكرت وزارة الداخلية أن الشرطة أوقفت القاصر بعد أن تم إطلاق النار بالمسدس التابع لوالده حوالي الساعة 8:48 صباحا بحسب الوزارة. ويعتبر هذا الحادث من أعنف الحوادث الإرهابية التي شهدتها صربيا منذ عقود. وقالت الوزارة في بيان أن الشرطة أرسلت كل الدوريات المتوفرة إلى مكان الحادث. تظاهر أعضاء بارزين من حزب الخضر ومنظمة إكسل كوميونيتي أمام سفارة نظام الملالي الإيرانية في فيينا احتجاجاً على سجن نشطاء وإعلاميين. وظهرت سيغريد ماور رئيسة نادي حزب الخضر في البرلمان النمساوي في مقدمة المتظاهرين داعية الحكومة لاتخاذ موقف أقوى ضد انتهاكات النظام، وطالبت بإدراج تنظيم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وقد أغلقت السفارة أبوابها بوجه المتظاهرين، وتم وضع لافتة معدنية على سارية مقابل المبنى تحمل شعار الحزب وشعار المقاومة، وتنادي بحقوق المرأة، الحياة والحرية. أصدرت محكمة كيرنتن على مغربية يعيش في إيطاليا حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل امرأة إيطالية في عام 2008 والحكم قابل للاستئناف. واتهم المغربي بقتل المرأة التي عثر على جثتها في غابة فولكا ماركت، وقد حاول الجاني إخفاء الجثة عن طريق إحراقها، وقدم محامي الدفاع استئنافا مما يعني أن الحكم ليس نهائي. واستغرق الأمر سنوات حتى تم التعرف على جثة المرأة المغدورة عام 2021
عندما كان المتهم محتجزا في إيطاليا بتهمة المخدرات، وتم التعرف عليه عن طريق اختبار DNA. خصصت النمسا 21.5 مليون يورو لمكافحة الأزمات الإنسانية في المناطق المتضررة بشدة من الصراعات. ويأتي القرار من مجلس الوزراء النمساوي بعد ارتفاع مستويات الفقر العالمي بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية وحركات الهجرة وأزمة الطاقة وتغير المناخ. وسوف تدعم المنظمات الغير الحكومية النمساوية المناطق المتضررة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان، وتهدف إلى تخفيف الكوارث الإنسانية ودعم الدول المتضررة. اليوم العالمي للصحافة. إن نقل الخبر والحقيقة ليس ذنب الناشر أبداً، ونحن في إنفوجرات نعمل فقط على نقل المعلومة لكم، لأننا نكبر بكم وبثقتكم ننجح وبدعمكم نستمر. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا بثانة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.